كلنا بنحاول بشهر رمضان انه نتجنب رائحة الفم الغير مستحبة واللي سببها جفاف الفم وزيادة الكيتونات بالدم. لحتى ما يصير عنا هالجفاف لازم نحن بخلال فترة السحور انه نبتعد عن المأكولات اللي فيها أملاح مثل اللحوم ونجرب أكثر نتناول الخضروات والفواكه. أما بالنسبة لتنظيف الأسنان فالفرشاة الأسنان لحالها ما بتكفي، لازم نستخدم الفلوسينج أو الخيوط السنية مع غسول فموية اللي ما فيها الكحول، نتأكد أنه ما فيها كحول لأنه الغسول اللي فيها كحول ممكن تؤدي لجفاف أكثر بالفم خلال النهار. بالنسبة للأشخاص اللي عندهم تعويضات سنية أو تقويم لازم يضيفوا لفرشاة الأسنان فرشاة الأسنان بين السنية اللي هي بتساعد انه تخلص عن اي بقايا طعام جنب التعويضات السنية او تحت سلك التقويم لحتى نبتعد تماما عن الروائح الغير مستحبة. اخر شيء الاشخاص اللي بيكون عندهم الام لازم يروحوا عند دكتور الاسنان لانه ممكن تؤدي لالتهابات وتزيد المشكلة اكثر ولو خلال شهر رمضان.